انا قلت لك تقى والله سمعتيني شريف تقى والله في المواطن شحال كتبيع المهم اللائحة الاسعار غادي تبقى فيها وكل حاجه غادي فيها الثمن ديالها صافي يلا الله يعاونك اول حاجه هنا الاسمنه ما كاينينش غديرهم دابا تعلق افيش الاسمنه هنا وهنا زيت العود ما كيتحطش هنايا كيتباعش حيدو يلا والاسمنه هنا ما دير والو تا حل الريدو وكتبيع نزل الريدو ديالك راه قبل البيريم يحيدو انا بالنسبه لي هذيك السلعه معروضه للبيع انا شفتها ماشي ما شفتها شنو قلت غادي يبان هذيك اللي كيجيب لها السلعه غادي نعطيهم لهم شي كيبدل السلعه اللي كتبدل كتحط بوحده ماشي كتافيشا تما تكون معزوله هذا 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 هذ